استكماتزم معارض تشكيلي مزج بين الرسمي والنحت لستة أسماء تشكيلية عراقية مهمة: هاشم تايه، أحمد البحراني، أسامة حمدي، حامد سعيد، حسن فالح، ومحمد الشجيري. الاسم جاء للتعبير عن مضامين الأعمال المشاركة والتي تحاول حرف بصر المتلقي عن التشوهات الموجودة بتحويلها إلى جمال يلهم الناظرين، أو لأن جمهور الأعمال الفنية يحتاج ربما إلى نظارة ليرى من خلالها بوضوح تفاصيل المشاعر المختلطة في هذه الأعمال. استيغماتيزم يحكي عن الأعمال التضادات، يعني أكو مرات تلقي تشوهات بس بنفس الوقت تريد نجملها، أو تريد أكو مثلا أكو بعض الناس، خلينا نقول هو الاستيغماتيزم الانحراف البصري، بعض الناس يحتاج لهم نظارة على مود يشوفون الأعمال الفنية، ولو يمكن تعبير قاسي بس هي هاي الصراحة. إضافة إلى أعمال هاشم تايه التي تعبر عن هشاشة العراقيين كما يراها، وضربات فرشاة البحراني المزج بين الأحمر والأسود، وفلسفة حامد سعيد اللونية، ولوحات حسن فالح وأسامة حمدي، بارزت أعمال النحات الشاب محمد الشجيري كإضاءة جميلة في هذا المعرض من خلال اشتغالاته بمواد مختلفة صنعت بمجموعها أعمالا ملفتة تربط الحداثة بالتراث. اللي يميز أعمالي أنه دمج الحجر مع الحديد مع الخشب مع المواد مختلفة تعطينا نتائجات ودلالات مختلفة. حقيقة المشاركة تضيف للاسم باعتبار المشاركين الأسماء كبار، فأضيف لك الكثير يعني. وميز المعرض حضور جماهيري بغدادي في معرض هو الأول من نوعه منذ سنوات، لا يقتصر حضوره على النخبة أو أصحاب الاختصاص. رغم تسميته استكماتزم إلا أن معرض الفنانين الستة أعطى نظرة واضحة إلى الجمال وبدرجة 6/6 مخترقا تأثير النخبة إلى الجمهور البغدادي النهمي لكل جميل. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.